أخبار اليوم وأول خبر معنا لمتفرج غير متوقع، إيش تتوقع؟ في موقف طريف جدا حصل في مباراة لكرة قدم في بريطانيا حين تسلل حيوان الألبكة إلى الملعب وما تسبب في إيقاف اللاعبين للمباراة مؤقتا في وسط ضحك المتفرجين بالتأكيد. تخيلوا يصير معاكم هذا الموقف، يعني في النهاية خرب عليهم المباراة لين قدروا أنهم يمسكوه ويخرجوه خارج الملعب. إلى خبر آخر ومقطع فيديو لاقى الكثير من الإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عنوانه العمر مجرد رقم، وأنا فعلا أتفق مع هذا الشخص. رئيس تنفيذي بريطاني متقاعد انهال عليه أكثر من 100 عرض عمل بعد أن نشر مقطع فيديو له أثناء أدائه لتمرين الضغط ببدلته لإثبات بأنه لا يزال قادرا على العمل، وحقق هذا الفيديو أكثر من 700,000 مشاهدة على منصة اللينكدإن. توقع واضح، العمر بالنهاية مجرد رقم، والشباب شباب الروح والقلب، ولا تتفقوا معي أكيد. إلى خبر آخر ومركبات تتحول لراوتر. تحولت شاحنة صغيرة إلى جهاز راوتر يمد أكثر من 200 طفل من فقراء سانتا أنا قرب لوس أنجلوس بالإنترنت لتمكينهم من متابعة دروسهم عن بعد خلال جائحة كوفيد-19. الفكرة راودت رئيس إحدى شركات النقل المدرسي، فقام بتجهيز بعض من شاحنات الشركة الصغيرة لتكون تحت تصرف التلامذة الذين لا يستطيعون الوصول للشبكة. صراحة تصرف جميل جدا من هذا الرئيس أنه وفر خدماته للتسهيل على الأشخاص الفقراء واللي ما بتكون عندهم خدمة الإنترنت أو الواي فاي لتسهيل عملية الدراسة خلال كوفيد-19. شكرا لك صراحة. إلى خبر آخر لطيف، سيرك على طريقة الدرايف إن حتى لا يكون السيرك سببا لتفشي كورونا. وجد المنظمون أن الحل يتمثل في إقامة العرض في الهواء الطلق على طريقة الدرايف إن، حيث يشاهده أفراد الجمهور وهم في سياراتهم، ويسمح ل 30 سيارة بأن تكون موجودة أمام المسرح خلال كل عرض. وبدلا من التصفيق للقفزات البهلوانية المميزة، يعبر الجمهور عن إعجابه بأبواق السيارات. صراحة فكرة عجبتني جدا. بالنهاية دائما أقول الحاجة أم الاختراع. من يوم ما اضطرينا أن نتأقلم ونعيش مع جائحة كورونا، صارت الناس تفكر كيف ممكن تسهل على الناس المعيشة، كيف ممكن أيضا ما تخسر شركاتها ومؤسساتها، فبنلاقي حلول جميلة، وهذه أحد الحلول اللي سمعنا عنها. مكملين معاكم مشاهدين، هذه كانت آخر الأخبار، ولكن بعد الفاصل هل ينجح الدويتو في مهنة تصميم الأزياء؟ الإجابة حتكون بعد الفاصل، انتظرونا.